أرض من قصص ألف ليلة وليلة، موطن سندباد البحار، مليئة بالسحر والألغاز. مملكة العطور والألوان، أرض بأوجه متعددة، متنوعة ومدهشة. جامحة بقدر حبها للسلام، بلد يعيش تقاليده ويرحب بالحداثة. عمان. وسط الصحراء في قلب عمان تصمد الحيوانات ذوات القدرة على التكيف فقط، كظباء المها العربية يمكنها البقاء لأيام بلا ماء، يعكس فروها الأبيض أشعة الشمس ويحميها من الحرارة. جابت آلاف منها صحراء شبه الجزيرة العربية يوماً، وهذا ما تبقى منها اليوم. حتى هذه المها لم تعد حرة وبرية، بل على العكس، إنها محمية بسياج في منطقة كبيرة ذات حماية أمنية عالية. بالنسبة إلى المها، فالمنطقة المسيجة صغيرة جداً لإيجاد طعام كاف لها، لذا يعتني بها فريق من الخبراء. كعالم الأحياء زاهر سليم العلوي، والطبيب البيطري بيشنو بابو تيواري، تطعم المها العربية الأصيلة مرتين يومياً بالتبن الذي يجلب إلى هنا من مسافة عدة كيلومترات. تتبع المها عادة مسارات هجرة طويلة عبر الصحراء بحثاً عن الطعام، ويخلق أسرها الكثير من المشاكل كالمشاكل السلوكية والعصبية. يجب على عالم الأحياء والطبيب البيطري إبقاؤها تحت المراقبة الدقيقة كي يتمكنا من التدخل في الوقت المناسب. لقد انخفضت أعدادها في السنوات الماضية بسبب الصيد، وكان حلنا الوحيد هو التسييج. نحن نعاملها هنا كحيوانات أليفة، ويمكنك رؤية ذلك في الأسلوب الذي نتبعه معها. أتوقع أن يقرروا برنامج إطلاق واحد في البرية مع تأمين حمايتها من السكان المحليين، إذ يجب أن يعرفوا قيمة المها العربية، ويجب أن تكون العقوبة قاسية جداً، ليس كفرض غرامة 50 ريالاً أو إطلاق سراحهم إن كانت أول مخالفة، بل يجب أن تكون العقوبة رادعة جداً، ويجب أيضاً أن تصل إلى السجن مدى الحياة. هذا ما يجب أن يفعلوه بالضبط. قلصت حقول النفط مساحة المحمية، كما تتيح الطرقات الجديدة للعاملين على مشاريع التنمية الجديدة عبور الصحراء الشاسعة والوعرة. لم يعد هناك مكان للمها في موطنها، تتطلب الرحلة بالسيارة من المحمية في مدينة هيما إلى طريق البخور في محافظة ظفار نحو يوم كامل. قلة من الأماكن في العالم تنمو فيها أشجار اللبان، ومحافظة ظفار واحدة منها، وهذا جلب الثروة والمكانة لعمان منذ القدم.
تزرع الأشجار هنا جزئياً في المزارع. معظم أشجار اللبان في ظفار لا تزال برية، ملكيتها ليست محددة بل سلمت عبر تقاليد العائلة القديمة خلال القرن واحترمت وفقاً لذلك. لا تتشارك فاطمة أردحيل وطفول سعيد الأشجار بل العمل. تسيران لكيلومترات في الجبال لجمع السائل اللزج من الشجرة. لكن الشجرة ترفض التنازل عن لبانها. العمل شاق، أستخدم تقنيات ورثتها من جدي الأكبر. أولاً نعمل طوال النهار لجمع اللبان ولا نحصد شيئاً، ثم نحاول مجدداً بعد 15 يوماً ولا نحصد شيئاً، وفي ثالث مرة نبدأ بالحصاد لكنه قليل، وفي رابع وخامس مرة نحصل على المزيد، لكنه عمل شاق للغاية. أصبحت فاطمة جدة، ولكنها ما تزال تقوم بالرحلة عدة أيام في الأسبوع. أفضل وقت للبدء هو موسم الحر، موسم الجفاف، ثم نستمر إلى بداية موسم الرياح، ثم يتغير الطقس فيبرد ويقل المحصول، لكننا نستمر في العمل في أغلب الأوقات. للبان أهمية بالغة. هناك ثلاثة أو أربعة أنواع، هناك نوع أبيض ورمادي وأنواع داكنة، والأبيض هو النوع الأفضل. بعد قطع الشجرة فإنها تتلف، لكن إن كنت تقوم بذلك بطريقة صحيحة يمكنك التقطيع لفترة طويلة. تقطع المرأتان اليوم الشجرة لثالث مرة وستأخذان بعض اللبان إلى المنزل. إلى جنوب غرب ظفار يعلق الضباب القادم من البحر في المرتفعات، فتنبت أزهار في الأرض القاحلة. وقد وجدت أزهار الصحراء والصبار بيئتها المناسبة جنوب غرب هذه الجبال. يستخدم السكان المحليون الكثير من هذه النباتات كعلاج. يعبر طريق البخور من الصحراء إلى المرتفعات كطريق حيوي. ينحدر الطريق مباشرة إلى وسط محافظة ظفار ثم إلى صلالة. كالعاصمة مسقط في شمال عمان، يعاد بناء مدينة صلالة أيضاً. ترتفع شبكات الطرق والمباني الحديثة في آن واحد، فتتغير البلاد بشكل ملحوظ خلال بضع سنوات. تعد صلالة حاضرة الجنوب، حيث يصطف النخيل على الشواطئ التي تعد جنة للسياح الأوروبيين أو لجيران السلطنة العرب. حتى عالم ما تحت الماء متاح للجميع، فعلى طول الشاطئ شرقاً تعيش أنواع كثيرة من الأسماك في الشعاب المرجانية. وحيث توجد الكثير من الأسماك هناك الكثير من صيادي الأسماك. تسبح الدلافين في فصل الشتاء نحو الشواطئ الصخرية والشواطئ الجنوبية، وتصبح قريبة بما يكفي للمسها. تجد ثدييات البحر الكثير من الطعام هنا. تسبح في ذروة المد عائدة إلى البحر ببطون ممتلئة.
ليست الدلافين وحدها التي تستفيد من التنوع في المياه الساحلية، لطالما كان صيد الأسماك أحد أهم موارد الطعام للعمانيين. بالقوارب الصغيرة وقوارب الداو يذهب الصيادون إلى البحر يومياً لإعالة أسرهم. في قرية مرباط شمال شرق صلالة يعيش جميع السكان تقريباً على الصيد، وتتمحور حياة القرية حول المرفأ. يريد الجميع بعضاً من الصيد الكبير، وغالباً يستمتع به حينها نيئاً أو في مطعم الشواء في المرفأ. شيء نمطي في صلالة، خدمة التوصيل إلى باب السيارة. قد يعذر من يظن أن خدمة التوصيل ولدت هنا، لكن صلالة ليست مشهورة بشاطئها الغني فحسب، بل تعد جنة عمان. تمتد المزارع على طول الشاطئ وفي داخل المدينة، تؤمن محاصيلها معظم احتياجات البلاد من الفواكه والخضار. لا ينمو التمر في جنوب عمان، بل أشجار جوز الهند فقط. يمكن العثور على أغلب أنواع النباتات الموجودة في شمال البلاد هنا أيضاً. تغطي المزارع مساحة أكبر هنا، عكس الحال في الشمال. ومع ذلك أخذ بعض الناس في الجنوب على بعض المهارات من الواحات الشمالية الصحراوية. تشكيل الطبقات، تخلق النباتات المعمرة العالية طبقة علوية فتوفر الظل للنباتات الأضعف. جنة صلالة واحة بنمط كبير جداً. عند طرف المزرعة يبيع المزارعون منتجاتهم الطازجة مباشرة من أكشاك صغيرة. كأغلب المزارعين الصغار، أسفرودام ليس عمانياً بل من الهند، لكن خضرواته محلية. كل هذا من صلالة، فهذا الموز والآخر المسمى موز الحليب يأتيان من مزارع قريبة. لا يستورد شيء من خارج عمان، كل شيء يأتي من صلالة. جوز الهند والبابايا، سعر الكيلو من هذا الموز 300 بيسا وسعر الآخر 600. ينصح من يريد التجارة في صلالة بفتح متجر قرب الطريق، إذ لا يحب سكان المدينة ترك سياراتهم لا للأكل ولا لشراء الطعام. بدون أن تطأ أقدامهم الأرض يطلبون المرطبات المحلية الجنوبية المفضلة. ماء جوز الهند، عصير جوز الهند الذي حصد مبكراً جداً قبل نضجه، مبرد ومعد بخبرة. إنه بسيط ولذيذ وصحي أيضاً. ترتب الخضار بسلاسة. كما هي الحال في الكثير من البلاد العربية، يوظف في قطاع السلع والخدمات العمال ذو الأجر المنخفض من الفلبين أو باكستان أو الهند. ليس من السهل على العامل المهاجر الحصول على عمل في عمان، أو أن يحضر عائلته إلى هنا كما فعل أسفرودام. أنا من الهند، من حيدر أباد.
جئت إلى صلالة عام 1995. قبل ذلك الوقت كان والدي وشقيقي يعملان في صلالة. طلبا مني المجيء إلى هنا ورتبا تأشيرة عمل لي مع كفيلهما العماني. في البداية كان الأمر صعبا جدا بالنسبة لي لأنني لم أكن أتكلم العربية، لكن الآن وبفضل الله تسير الأمور جيدا. ترتفع جبال ظفار على طول الجانب الشرقي لصلالة، تبعد نصف ساعة بالسيارة فقط. هذا هو المكان الذي نزحت إليه أكبر الحيوانات المفترسة في شبه الجزيرة إلى ارتفاع 1800 متر. يسمح لعدد قليل من الأشخاص بأن تطأ أقدامهم هذا المكان، وذلك لغرض القيام بأبحاث. الطريق وعرة بعض الشيء. حتى في هذا الارتفاع الطقس حار وجاف على جبل سمحان أعلى جبال ظفار. هذا مكان نزوح الفهود، وهي حيوانات مروغة جدا وخجولة. إنها تعيش بعيدا عن البشر. علينا السير لمسافات بعيدة أحيانا للعثور على مساكنها الأساسية وإقامة كمائن التصوير وتتبع آثارها في هذه المناطق. تواصل هادي الحكمان مع باحثين عن الفهود من إنجلترا عندما كان طفلا، إذ ظلوا لسنوات في منزل عائلته عند سفح جبال ظفار. وحين أصبح شاباً رافق الباحثين إلى المرتفعات الوعرة في موطنه، وتعلم احترام وفهم هذا الحيوان السنوري المفترس الضخم والنادر. تظهر أصغر آثار الفهود له الكثير عنها وعن سلوكها. رأينا الفهود تنزل نحو الأسفل حيث اعتادت البقاء على مقربة من هذا الجرف، بالإضافة إلى قربها من قمة الجبل أيضا. وفي آخر 5 سنوات رأيناها تنزل نحو سفوح التلال، وهذا مؤشر جيد على إمكانية عودة الفهود إلى نطاقها. لكن المشكلة تكمن في أنها ستدخل في نزاع مع الناس الذين يعيشون هنا على طول سفوح التلال إذا افترست ماشيتهم. يحاول هادي الحكمان وفريقه من الحراس المحليين والعاملين في مجال حماية الطبيعة دراسة أقصى ما يمكن عن تعداد وتوزيع القطط الكبيرة، حتى إنهم وضعوا كاميرات تشغل بواسطة أجهزة استشعار الحركة في أماكن يصعب الوصول إليها. علينا إيجاد دليل على أن الفهد ما زال موجوداً في عمان، وبدأنا بإقامة كمائن التصوير في جبال عمان، وهي تزودنا بالكثير من المعطيات عن أعداد الفهود وسلوكها التكاثري وتزوجها وحضورها أيضاً. إنها كاميرات صغيرة لكنها توفر معلومات قيمة ومفيدة جدا. قبل إعادة ضبط الكاميرات السرية يريد هادي معرفة إن كان الجهاز قد التقط شيئا. الآن وبما أن الفهود كانت تتراجع منذ فترة طويلة ومنذ بدأنا بالمشروع، رأينا الفهود ما تزال تجول في جبال ظفار. رأينا الفهود تتكاثر فعلاً، وهذه معلومات وأخبار جيدة، حيث إن نطاق هذه الفصيلة قد يتقلص إلى مساحة صغيرة، لكنها ما تزال تجول في هذه الجبال. هذا يعني أننا لا يمكن أن نتوقف هنا فحسب، بل علينا القيام بعمل إضافي لحماية هذه الفصيلة الصغيرة.
أظن أن الشيء الأهم هو أن ترى نفسك تسهم في حماية فصيلة مهددة بالانقراض وقد ينتهي وجودها في منطقتك. لقد خسرنا بعض الثدييات الأخرى من المنطقة ولا يمكننا أن نتحمل خسارة الفهد العربي. تمكن هادي وفريقه حتى الآن من إثبات وجود 35 فهداً في جبال ظفار. المذهل أن هذه هي المجموعة الأكبر في العالم. يبلغ مجموع الفهود العربية المتبقية في البرية 200. حتى هنا في الأعلى حاصد اللبان ورعاة الماشية بعيدون عن الراحة. تتكون في الأسفل عاصفة عند الساحل قوية ومفاجئة، لها نتائج كارثية على تجار الخضروات. يسبب الطقس المتقلب ظاهرة على الشاطئ أيضاً. تجرف كميات كبيرة من القشريات على الشاطئ وليمة لنوارس البحر. العاصفة نذير فصل جديد، الخريف. الخريف هو اسم موسم الرياح الآسيوية الجنوبية الغربية التي تهب على جنوب ظفار من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر. تغير العاصفة الريف. الأمطار الغزيرة القادمة عبر الرياح الموسمية من الهند نادرة في عمان. ترتفع الرطوبة على السطح الصخري لجبال ظفار وتتكثف. خلال هذا الوقت يحيط بالجبال ضباب كثيف، تهبط الكتل المتكثفة على شكل رذاذ مستمر. تبدو عمان في بعض المواسم كمرج في زاوية غابة في أوروبا. إنها القبرة، وهي تربي صغارها في العشب الأخضر. بسبب ظاهرة المناخ السنوية، تعد درجات الحرارة معتدلة أكثر بكثير من أي مكان آخر في شبه الجزيرة العربية. الأمر الذي يجذب الزوار من البلدان المجاورة التي تعاني من الحرارة المرتفعة. حشود من السياح تأتي وتعكر صفاء التحفة الخضراء. للتنزه في الهواء الطلق تبدو جميع الأماكن مناسبة.
العمانيون أكثر انتقائية ويختارون مكاناً هادئاً مع إطلالة. يأتي الشباب من شمال البلاد. عادقة أنت ما يطلع الصوت. والله ما احنا هاربين من الشمس، بعدنا نروح نجلس مرة ثانية في الشمس. بالنسبة تقريبا يكون على 48-47 بشكل يومي. في صلالة تحصل 26-27 إلى 30 تقريبا، ففارق تقريبا بينهم 20 درجة يعني. يزور صلالة أكثر من 300,000 سائح خلال الخريف، أي 3 أضعاف عدد سكان المدينة. أقل من 2000 منهم يأتون من أوروبا. يستحق الرذاذ المشاهدة ويسبب الكثير من البهجة. حتى لو كان سكان باقي دول شبه الجزيرة العربية في عطلة هنا، يجب أن يستمر العمل هنا في صلالة، كما هي الحال في جامعة ظفار، وهي مؤسسة خاصة في شمال المدينة. يستوعب الحرم الجامعي الجديد 10,000 طالب بسهولة. من الواضح أن غالبية الطلبة من الإناث، والمحاضرات كخيار العنسي ذاع صيتهن أكثر من أي وقت مضى. عندما كنت في 6 من العمر، سألني المدرس ماذا تريدين أن تصبحي في المستقبل؟ يكون الجواب عادة إما طبيبة أو شرطية أو ضابطة أمن. وفي الأمس كنت مع حملة الكشافة وكان هناك طلبة، فسألتهم عما يريدون أن يصبحوا في المستقبل، فأجاب البعض إنه يريد الذهاب إلى الفضاء. لديهم الجرأة الكافية، إذن العلم غير تفكيرهم. قبل 30 سنة فقط كان أغلب العمانيين أميين، وكانت هناك 3 مدارس لحفظ القرآن، واليوم يذهب أكثر من 90% من الأطفال إلى المدارس. هل تذكرون آخر مرة تحدثنا فيها عن الإدارة؟ وأعطينا مثالاً عن القطاع الخاص في عمان وعن أهمية تأديته لدوره كمسؤولية اجتماعية. لا ينبغي أن نعتمد على النفط فحسب، يجب أن نعتمد أيضاً على القطاعات الخاصة وأن نحسن في هذا المجال. تتحضر عمان لوقت ينفد فيه النفط بتعليم شبابها لبلوغ آفاق دولية. تعد الإنجليزية لغة تجارية وتدرس في المدارس الابتدائية. طورت جامعة ظفار حسب النموذج الأمريكي، تقدم درجات البكالوريوس والماجستير، وتلقى المحاضرات بالطبع باللغة الإنجليزية. عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة في الشرق الأوسط، فإن أول وزيرة وأول سفيرة في الشرق الأوسط عمانيتان، وأول امرأة خليجية تعمل في السلك القضائي، والثانية في الشرق الأوسط عمانية. عام 2008 أصدر السلطان مرسوماً يعطي المرأة الحق في امتلاك الأراضي. إلى ذلك الحين كان ذلك امتيازاً خاصاً بالرجال. أنا سعيدة للغاية أنني أعيش هنا بحقوق متساوية مع إخوتي الذكور، ونعيش بوئام وسلام وكرامة واحترام، وهذا هو الأمر الأهم. عرفنا بأننا نستطيع قول ما نريد مع احترام آرائنا. لكن في الحقيقة بمجرد زواجها تستمر حياة معظم العمانيات في المطبخ. مع ذلك مسموح للجميع بالحلم هنا. خلال الخريف يحضر الكثير من البدو جمالهم من حرارة الصحراء الحارقة إلى الجنوب الأقل حرارة. إنه تقليد بدوي قديم.
تجد الطيور المهاجرة طريقها إلى الساحل الضبابي في جنوب غرب عمان. رغم كثرة مواقع البناء إلا أن أجزاء كبيرة من الشاطئ بانتظار استكشافها. بيئة المانغروف، الأشجار التي ترتفع لخمسة عشر متراً تستطيع تحمل الملح وتنمو في مناطق المد والجزر، وتدعمها جذورها المسماة بالركائز عند أي مستوى للمياه. تماماً كأشجار المانغروف، تعيش العديد من أنواع الطيور في هذه المنطقة الفاصلة ما بين المياه المالحة والعذبة. طيور النحام والواقي الصغيرة والبلشون الأبيض الصغير والبلشون الرمادي. عند قدوم الزوار من الصحراء صيفاً تصبح بعض الأماكن مزدحمة قليلاً، الكثير من الطيور هي مجرد ضيوف. يمكن العثور على طيور نحام أكبر في عمان طوال السنة. هذه الصغار تحتاج إلى بذل جهد أكبر كي يتغير لونها. تعرف الجمال بلقب سفينة الصحراء. يبدو تناول الجمال المشهورة بحفظها للمياه للعشب البحري المالح غير منطقي. شرب المياه المالحة قدرة نادرة في عالم الحيوان، لكن الجمال تستطيع فعل ذلك بفضل أداء الكلى العالي لديها. أماكن قليلة في العالم يمكن للجمال الاستحمام فيها، وأحد هذه الأماكن بحيرة خوروري التي تقع عند أسفل قلعة سامهورام شرق مدينة صلالة. بنيت سامهورام في القرن الرابع قبل الميلاد. كان جدار المدينة المزدوج يحمي مناطق تخزين اللبان، حيث كانت تحمل على السفن وتصدر. وكان الخليج الطبيعي الخفي في البحيرة مثالياً لإعادة تحميل البضائع القيمة. اكتشفت مؤخراً قلعة أخرى تعود للقرن الثاني قبل الميلاد في وسط صلالة. إلى جانب الموقع الآخر في الصحراء ومزارع اللبان في الشمال، تصنف القلعتان من مواقع التراث العالمي في منظمة اليونسكو أرض اللبان. سعيد العامري واحد من العديد من علماء الآثار من جميع أنحاء العالم الذين يحاولون اكتشاف أسرار هذه المواقع الأثرية. مدينة البليد عبارة عن مدينة كانت رائدة في تجارة اللبان. ازدهار المدينة كان ما بين القرن العاشر والقرن الثاني عشر الميلادي. المدينة منقسمة داخليا إلى مكان لعيش الملك، القصر مع المسجد الكبير الجامع، وأيضا مستوطنات للسكان، وأيضا منطقة للتجارة، لتجارة اللبان وأيضا للمخازن وأيضا لتجارة بعض المنتجات الأخرى. والله حاليا حسب التوقعات هي عبارة عن غرف صغيرة، ولكن هذا يحتاج له أدلة كبيرة حتى يتم الكشف عنها. المعتقد أنه غرف صغيرة. تروي مدينة البليد تاريخ البلاد كحديقة أثرية. ستكون إعادة الإعمار والترميمات دعاية للمدينة. مدغول الجبل اللي قلت لك عليه قبل شوية، بالإضافة إلى أن الخشاب يعطي الجدار قوة ضد الهزات وضد
الكوارث اللي ممكن تصير في المدينة، فيعطيها يعطي الجدار صلابة وقوة. الخشب يعتقد أنه محلي، ومسمها المحلي ميطان، موطين بالجبالي، ميطان بالعربي، وهذا نوع من الخشب متوفر في السهول، متواجد بكثرة، فيستخرجوه من الأماكن الغريبة من المغار. تتركز أعمال التنقيب والترميم في القصر القديم. طبعاً القرن العاشر، لأنه حسب الاكتشافات وحسب التنقيبات أن القرن العاشر هو القرن الذي ازدهرت فيه المدينة وظهرت بهذا التقسيمات الموجودة حالياً، وبأيضاً القصر ظهر بقوته وبحصانته. فهذا الفترة يعني عشان أتأكد من هذه الفرضية هل هي صحيحة. قلة من الأماكن في العالم يقترب أثر ماضيها من حاضرها، حيث تسير التقاليد والحداثة يداً بيد كما الحال في عمان، ويتجلى ذلك في السوق البازار الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من حياة هذا البلد اليومية. ربما العديد من السلع المعروضة هنا قد عرضت منذ مئات السنين، بالتأكيد تتوفر هنا جميع أنواع اللبان أيضاً. لا تبيع مريم أم فرج اللبان الثمين في كشكها فحسب، بل خلطاتها الخاصة من البخور أيضاً. هل تقصد نوع البخور المفضل بالنسبة إلي؟ أحب هذا النوع من البخور، بخور العود، لأنه يتكون من الصندل والعود والمسك، كما يحتوي على نوعين أو ثلاثة من العطر الجميل. في عطورة 2-3 ألوان. بإشعال البخور في المبخرة تسمح مريم لزبائنها بتجربة أنواع مختلفة. بمجرد اختيارهم سيملؤون مبخرتهم في المنزل ويعطرون كل الغرف حتى ملابسهم وشعرهم. يفضل بعض الأشخاص شراء العود الاعتيادي، والبعض يفضل العود المشحن، آخرون يفضلون العود المعطر أو عود ريست بحسب رغبة الزبائن. إن شاء الله سوف نستمر في هذه المهنة، لكننا لا نعلم من سيأتي بعدنا. عملنا في هذه المهنة منذ أكثر من 30 عاماً، قد نموت غداً أو بعد غد، من يدري، لكن هناك حتماً أشخاص آخرون يعملون في هذه المهنة وسيستمرون بالحفاظ عليها. تطور حديثاً ما يسمى بالكمة، أحد غطائي الرأس اللذين لا يغادر عماني منزله بدون ارتدائهما. يبيع قسم كامل من السوق هذه القبعات الصغيرة الملونة والمطرزة. لم تعد تطرز هنا في عمان، بل تخاط هنا أو تجمع كل على حدى أحياناً. يكبر الأولاد العمانيون معها، ويصبح أمراً طبيعياً معرفة إن كانت الكمة كافية للمناسبة أم يحتاجون للعمامة. الرحمن الرحيم المصر يستخدمه في المناسبات الرسمية كالدوامات والمناسبات الاجتماعية كالأعياد، والكمة نستخدمها في أوقات التمشية مع العائلة وفي التسوق. نعم، ممكن أحياناً الواحد ينسق الكمة على الدجداشة اللي هو الخيط، يكون يتناسق مع الكمة، وممكن أحيانا اللون يمشي مع الأبيض السادة، الدجداش البيض السادة.
المناسبة الرسمية التي توجب ارتداء عمامة هنا في عرض الخيول في نهاية فصل الصيف. يحضره رئيس الاتحاد الوطني للفروسية بنفسه. كان يجري تناقل نسب كل حصان عربي شفهياً، لكن في مرحلة ما فقدت هذه المعرفة. وبرغم ذلك يتفاخر العمانيون بأحصنتهم الأنيقة. بالمقارنة مع السلالة الأوروبية فالخيول العربية صغيرة، لكن يقال إنها تستطيع نقل حمولة ثقيلة أسرع ولمسافة أبعد من غيرها. الوحدة بين الرجل والحصان هي شعار الحدث. هذا يعني أن هناك رابطاً قوياً بين الفرسان والخيول، فيكونون دائماً معاً وتربطهم علاقة قوية، كما يظهر الصداقة القوية بين الفرسان في مختلف أنحاء عمان، فيشبكون أيديهم رمزاً لتوطد علاقتهم ببعضهم البعض وبخيولهم. تعد النهاية راحة للخيول. من الصعب تطويع الخيل، ويعد ذلك علامة الولاء القصوى التي يظهرها لفارسه. أنا من أشد المعجبين بالخيول والفرسان العمانيين. لدي رابط قوي جدا معهم. نحن متعلقين بالخيول ونحبها كثيرا، ونعتني بها كأطفالنا حتى. في نهاية أغسطس تنتهي فترة الرياح الموسمية. إلى الغرب من صلالة على الطريق إلى اليمن ما تزال المياه التي ستجف قريباً لعدة أشهر تتدفق. قد تكون هناك شلالات أكبر وأكثر إثارة للإعجاب من شلال عين كور، والأنهار والجداول ليست مذهلة. يبدو كحلم العمر لسكان الصحراء قيادة سياراتهم من طراز سيدان للطرقات الوعرة إلى هذه الينابيع ولو لمرة واحدة. تغوص وسائل التواصل الاجتماعي في شبه الجزيرة العربية بصور تحت الماء. إنه كالمنزل، وليس مفاجئاً أن يسبح شخص ما بكامل لباسه.
عند الساحل غرب مدينة صلالة في مغسيل معلم مائي للاستكشاف والاستمتاع به. المنافذ الهوائية المشهورة تدفع أمواج مرتفعة نوافير المياه إلى الأعلى عبر ثقوب في الصخور. للذين يتوقون لرؤية الكثير من العمانيين يستمتعون في الهواء الطلق لا ينبغي تفويت فصل الخريف. انتهاء فصل الرياح الموسمية يعني انتهاء مهرجان صلالة، وهو مهرجان شعبي وحدث ثقافي لزوار المدينة. معظم الزوار سياح عرب. يرحب السكان المحليون بزوارهم برقصة العيالة، رقصة يؤديها الذكور فقط، حيث كانت في الأساس رقصة ترمز للانتصار في المعركة. وراء الكواليس تخبز نافع مستهيل خبز الرقاق العماني التقليدي. نار تشتعل منذ ساعات في قاع حفرة عمقها متر. الحمد لله، كيف ما نحس بالفرحة ونحس يعني نرتاح، نجي من الساعة 7 الصباح لما الساعة 12 لازم نرتاح، ولكن على الشغل وعلى الناس وعلى الزوار والناس لازم نحس بالارتياح والراحة. وين الزوار اللي يجي من الدريشة واللي يجي من وراء؟ معنى التعب ما نحس بالتعب. عليها الانحناء كل بضع دقائق إلى الحفرة لقلب الخبز. أيوة، لازم نتحرر من الحرارة مال النار، لا لأنها تتقي علينا من الحرارة وبعدين من الرماد الحر. لكن لا، اللي كان سوينا هذه لا معناه يتقي الحرارة مال النار والرماد اللي بيطلع من النار في على وجهنا، معناته بدل ما يجي في الوجه داخل معناه يتقي عليه هذه ايش احنا نقول هذه الخلطه هذه تتقي على الحراره مال النار، ونحس بفوسنا نرتاح من الحراره حتى النار. كم هو جميل ان تجد مكانا للاسترخاء، ومكانا حيث يمكن للعائله الاحتفال فيه معا بحريه. تحاول عمان سد الفجوة بين التراث والعصر الرقمي الحديث، بين الفخر بالهوية وانفتاح البلاد أمام الشركات الدولية. وفقاً لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، تحتل عمان المرتبة الأولى عندما يتعلق الأمر بالتحسين الاجتماعي والاقتصادي خلال 40 عاماً الماضية. ما رأي العمانيين بكل هذه التغييرات التي حصلت في وقت قصير كهذا؟ تتغير عمان من التقاليد إلى الحداثة، لكنها ما تزال تحتفظ بهويتها، وهذا هو الأمر. نحرص على أن تكون حياتنا عصرية لكننا نحتفظ بهويتنا. ويمكن قول هذا عن السلع التجارية للبلاد والحرف اليدوية لحضارة عمرها آلاف السنين. لأن نحن تعلمنا من أجدادنا ونحن نعلم أولادنا، لازم يكون نحافظ للتراث. توفر بيئات عمان المختلفة تنوعاً مدهشاً، وتشكل شعبها. يعيش أهلي حياتهم كلها هنا، وكذلك كان أجدادي، ونحن نكبر هنا في الصحراء.
إنها موطننا. البلاد موطن للمناظر الطبيعية الرائعة ولعالم الحيوان المتنوع. وعندما تهدأ يمكن أن تتحول عمان إلى جنات عدن حقيقية. هذه المزروعات تنمو هنا منذ وقت طويل، الثوم والبصل والحلبة والرشاد وغيرها من المحاصيل، وسنواصل زراعتها في عمان. لكن فوق هذا كله، إن عمان هي أرض السندباد. قديم يعني أبا عن جد، يعني الوالد قبل أخوانه وأبوه جده هم في صناعة السفن وهم مستمرين معهم، وإن شاء الله الأولاد أولادنا نجيبهم هني ويستمروا في الشغل إن شاء الله. عمان أرض من حكايات ألف ليلة وليلة.